النزاهة ويسقط الحرمية. عاشت النزاهة ويسقط الحرمية. تصفيق. أشكركم أشكركم جدا. اتفضلوا استريحوا. يسقط الحرمية يسقط الحرمية يسقط الحرمية يسقط الحرمية. يا دكتور أنا بنده على حضرتك يا دكتور. أنت تاني؟ ممكن أتكلم مع حضرتك شوية؟ أنا رايح لناس أعظم شيء في حياتهم إنهم ما بيكلموش حد. أنا رايح التراب. طب أجي معاك التراب؟ هناك الصمت الجميل. وأنت عاوز تلد وتعجل وترغي وتسطعني وتقلب مواجعي؟ هو سؤال واحد وهمشي على طول. ممكن تقابل مرات الدكتور عز؟ عايزها سلمها. عايز تستخدم مراته عشان توصل بخطتك الصحفية التافه. طبعا لا يا دكتور. تقدر تأجر واحدة تمثل مراته وتكمل بيها المهزلة للآخر وتمسخرني معاك. يا دكتور رشدي، الأستاذة هند مرات الدكتور عز زميلتي في الجورنال، وانا بنفسي كنت معاها في لندن وبنشوف اتقتل ازاي. طب وبتسالني ليه مادام كنت معاها هناك؟ لاننا اتعرضنا لعمليه تمويه مقصوده، وهي بالذات قلبوها عليه. قلبوها عليه؟ ده كده يبقى لازم تخاف على نفسها. روح قول لها طول ما هماش قادرين يوصلوا للي هم عايزينه هيقتلوها زي ما قتلوها. زي ما قتلوا بنتي اللي انا رايح لها الطب. طب وهم مين وعايزين ايه؟ انت مش بتقول انها زميلتك وتهمك؟ روح اصرها وخلاص. يا دكتور رشدي، لا الاستاذه هند تهمك يبقى لازم تساعدني علشان نقدر نحميها. انا ما يهمنيش مراته. ما دام طلوه وقتلوه انا بعد بنتي ما يهمنيش حد خالص. ممكن تسيبني بقى؟ يعني ايه ملهاش حل يا عبد القادر بيه؟ ملهاش. الحكومه ما جابتش بذور غيرها، ومفيش في السوق بديل عنها، وشرحه الاسمده حد يقدر يقول غير كده؟ يا سلام، يعني طول الوقت اللي فات ده محدش قدر يقول ان في غلط؟ قلنا والله قلنا. قلت ولا ما قلتوش؟ ده اللي كان موجود. وبعدين اصلا اساسا الارض هنا ضعيفه وضعفت اكتر. يبقى نقسمها بقى مباني ما دام ما بقتش تنفع. أنا عندي هنا ورق بيقول إن في بحث بيتعمل عن وضع الأرض في ميتا أبو كامل، وهتجيب لنا نتائج مؤكدة وعلى أساسها هنتحرك. نتحرك فين؟ دي خطة وزارة بحالها يا مدام. الله، خلاص مدام وصلت للجان يبقى خلصت يا عودة. وأنت مالك أنت يا شعبان؟ أنت تفهم في أرض ولا فلاحة؟ خليك في الوحدة الصحية الخربانة بتاعتك. خربانة الوحدة؟ احنا جايين نتحاكم هنا ولا نتحاكم؟ لا يا اخويا، بس خلاص من غير محاكمه. الكل عارف هنا اللي بيجرى في الوحده ايه. على العموم احنا هنبني مستشفى كبير ومجهز، وده قرار غير قابل للمناقشه. فاكره ما تقدر بصحيح كل ما تطلعش الولد دلوقتي على ده. بعدين بتقولي ايه يا ست قادريه؟ بقول اللي سمعته يا حمار. اطرش ولا سمعك بطريقة تانية؟ احرق الصوام. وطي صوتك يا والا. ما قلتش احرق ولا ادعي، قلت ترمي بصة نار ورا الصوان وانت ماشي. شغلانة دي فيها حاجة؟ فيها مصيبة سودة. المصيبة دي الظاهر هتشيلك لو ما فهمتش بقى. ضيقت خلقي يا ست قادرية. لا ده انا وديك في 60 داهية يوصل بيك الحال تتسحب لفوق عشان تسرق صيغه ستك يا ولا. اني يا سنه سوخه. يبقى خلاص يا اخوي، تروح تنفذ اللي بقولك عليه ومن سكات جاك خابط. حاضر. اسمع. نعم.
لو طلعت مدب وحد شافك هيحصل ايه؟ هروح في 60 داهية. ده لو جبت سيرتي. ولو ما جبتش يبقى مفيش حاجة، ما عندكش سبب ترمي بصة نار. كنت رايح تسخن فحم للجوزة، تولع سيجارة لزميل حمر زيك هيشحتك واحدة، فهمت؟ ايوه ايوه. طب يلا غرفة ده يعمل اللي بقولك عليه، ما تمشي يا ولا فريه. كنت شمتنا فيك يا عبد القادر، دلوقتي مش طايقة، عايزة اولع فيها بجاز. انت كنت بتتصنطي يا بيت؟ لا ابدا، ده انا لسه جاية. طب غوري شوفي بتعملي ايه لحد ما اتوضى واصلي الظهر. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يبقى ما تستناش، وزي مشروع حسني وخلفوا عليا ما اندرس، يبقى ندرس مشاريعك للتنفيذ. كل مجموعة تختار نفسها، وكل مجموعة تقدم دراسة الجدوى الخاصة بتاعتها، وانا في الخدمة. كلام مظبوط، بس لازم البلد تنضف، لازم يكون ليها عمدة احنا اللي نختار، ما يبوظش للناس بتعمله. ملناش دعوة بسيرة العمودية، اللي احنا بنعمله ده نشاط يخص الاهالي، اما مسألة العمودية دي بقى فدي تخص الحكومة. ما هو كل ده برضو يخص الحكومة. بأمارة ايه بتحشر الحكومة يا عمدة؟ بس يا احمد مفيش داعي للكلام. حلقة ورا الصور يا رجالة، انا شايف انه مش حادث عارض ولا حاجه، لان القعده دي فيها ناس ليها مصلحه انها ما تتمش. اطمنوا، المشروع ده هيتم ان شاء الله رغم اي محاوله لتعجيزه. مفيش حد هيفرط في مصلحته ويسيب اي حد يسرقها منه. نكمل كلامنا بقى، كنا بنقول ايه يا عبد القادر بيه؟ كنت بقول ان انا جالي جواب من الوحده المحليه، يا ريت سيادتك تقريه كده. مفيش اي حاجه تتم الا بموافقه الجهات المختصه، وانا هنا ممثل كل الجهات المختصه. يا لعبك يا لعيب. استنى انت يا احمد، انا لما قبلت المشروع ده كنت فاهمه ان تنفيذه ملوش اي علاقه بالجهات الحكوميه، وان المؤسسه اللي كرمت الدكتور عز كان هدفها تنشيط المجتمع المدني، وان ما يبقاش كل شيء في ايد الحكومه. يا عبد القادر، الاوامر تتنفذ، مفيش حاجه هتتم الا بموافقه الجهات المختصه. ما جتش في جمل يا ابن عمي. دكتور احسان، حضرتك كنت عارف بحكايه الجواب اللي وصله ده؟ عارف ومش شايف اي مشكله. مفيش داعي يا عمده ندي فرصه لظهور بيروقراطيه تفسد الشيء الجميل اللي احنا بنعمله ده. لا، كل الموافقات هتكون عندك في لمح البصر، وانا مسؤول عن كلامي ده قدام الناس دي كلها، بس برجوكي ما تتخليش عن اهل بلدك مهما كانت الظروف. الله اكبر. ولو جيت في الوقت المناسب يا دكتور. اسمحوا لي أشارك معاكم في المناقشة. المناقشة كده هتختلف يا دكتور، أنا بجمد المشروع لحد ما أشوف حل للتدخلات دي. بس أنا شايف إن إحنا لازم نبدأ المشروع، ما نستناش.